بطلع اخذ لي لفه وارجع. ليش هو هادي؟ احنا نطلع وانت تجلس. لا نشوفكم على خير يلا. لا 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 تفتري كنت شاده ظهرك فيه ها. كل الناس شردوا. ليش يا جماعه احنا اللي بنجمع اثنين مسامحهم؟ والله ما كنت ادري انهم متهاوشين من الكومنت، كنت ابا اصارح احنا فيه. والله قالوا لي متهاوشين في الكومنت. اوب 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 يلا يلا مريم نلعب جوله بدربيل ما شوفت. يلا يا حبيبتي انا صدام واشوفك. مين انتي؟ انتي اللي مين؟ انتي انتي اللي مين؟ رمان وحشتيني بالاكثر. مريم تدري اذا انت اختفيتي في ناس كثيرين بروح محتواهم، واول واحد حساب جورجيس. يا شيخ مزك مزح على بك عيب خلاص. والكومنت اللي عنده معاتيه وربي حسهم كذا عندهم ضغوطات نفسيه، كل ما نزل احد قطعوا لحمه تقطيع. شفتي تخيلي كثير يقولوا لي انت تعرفينها انت مدري ايش، اقول والله العظيم ما اعرفه ولا شيء، بس انه يعني كثير دائما يكتب عني عادي مبسوطه. بس كيف والله انك المقولات النار فعلا، يعني من حقك انت اللي من حقك يعني توثق في نفسك. يا عمري انا طب امان انت ما تسوينها يا اختي؟ تدرين اول ما شفتها قلت على كيف وما تقلت الكلام، كنت بدخل يعني كنت بدخل بكتب لها ما قلت، بعدين تذكرت يعني ما تذكرت انا صراحة. واحدة من بنات سفانة هي ارسلت المقطع وانا اتكلم فيه، الحمد لله اني ما دخلت على الرجال ما ادري او بنت ما اعرف مين هي. والله حلب البشرية كلها ذا. مريومة ليش ما تسوي تسريحة مريومة؟ هذه المحوط كذا ايوه المنفوخة كنت اسويها تدرين. تدري متى اسويها؟ لما اكون لابسه فوطه بعدين اتحجب لما اصلي. كل احد فوطه ايه فوطه حق عيال مو ذيك التنوره. لا بعد الشعر كذا الشعر يكون فوطه فيكون منشفه منشفه منشفه. ايوه اصير. بس تدري من بعد تيك توك كل احد صار يناديني مريومه وانا اكره مريومه مره. اما انا اي واحدة اسمها مريم مستحيل اقول لها مريم مريومة. انفجعت اصلا لما قالت فوطة، قلت واي شكله نفع طاها من فوط ذيك. الفوط ذيك عرفت الفوط ذيك اللي كذا اللي لبسوها عرفتها كأنها تنورة الكروهات كذا. ايوه يا ناس انا بكسر راس روان يا جماعة، بكسر راس مريم. خلونا نفك الدبل بسم الله المعين. تبوني ارضى كسر راسها؟ انت تدرين سووها هاشتاج علي اليوم الحين في تويتر مقاطعة مريم. ليش ليش خلينا مسؤولين بعض. بس انا اذا ما كسر خشبك اليوم روان ما حرضى. ايه خفت ما خفت، بس انا انفجعت دخلت قلت لا مو صادقين من جدهم ذول بيقاطعوني مو على كيفهم. يقاطعوك عشان ما بثيتي ولا ايش؟ عشان كفلت البث. اوف من حقهم إيه؟ يا جماعة من حقهم أبسط حقوقهم كناس هم؟ أيوة جايز الدبل لا يروح. لا 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 تدري إن أنا حتى يقولوا من قاطعك زي كذا يلا المحبة جايز افتحوا الدبل. فتحنا الدبل ارموا على الدبل يدكم مع بعض. مريم اليوم أنا صايدة جو الداعمين وطلعت هذه أغنية نفر الداعمين، وكل ما شغلها اللي بيدعم يكنسل. شوفي إيش هي؟ لا بشغل هذه ابتدى ليلة قصيد وخلى نارك حية شالت للطامة يا اختي الشيلة. اذا ما كانت كذا اغنية قايس فتح الدبل ما احسها شيلة يا اختي. صح اصلا ما عرفت الشيلات الا من بثوث التيك توك حرفيا. حتى انا والله اسمع شيل قايس الدبل راح ما استفدنا منه. ألموني يا نيه اليوم يا ناس. إيش هذا؟ إيش هذا؟ هذا أحنا داخلين بكل قوة. في واحد اسمه قومي ألعبي جبينهم. والصور انت شوفي الصور اللي على الشيلة. لا العباس عندك
عندي شيل احلى حبيبتي. يلا سامعين على الخدام هاي روان. والله الشيلات لا يلعب باسي. دحين بالله في ناس من جد يسمعوها كده وينطربوا. او ام جي صدق والله اسمع عراقي ولا دع عراقي حزين. اسمع يا روان. اه هذي تعرفينا هذي قاطعوا الشيلة هذي ليه؟ ما ادري ليه؟ مو معلموني عليها صارت وحدة ثانية ليه؟ ها؟ يقولوا لك لا تغلط طفي الشيلة. حتى الشيلة قاطعوها. يا الله فزت يا جماعة يا ناس ما علي كيفكم تعلميني على شيلة بدأت تقولون لا مو بذي. مريم فزت عليك. أي فزت يا حبيبتي؟ ايش هاي فزت؟ وين ما وين فزتي؟ وين هو مكتوب هنا وينر؟ لا ما يفهم من جولة هذه ما يعتبر فوز. ايش في؟ من متى الناس تفوز من جولة واحدة؟ مريومة اترك عنك اللكاعة والملكاعة ونفذ الأحكام. من جد يا روان متى قلنا جولة؟ قلنا جولتين. الجولة من سنتين. والله بس عشانك حلوة ما أشيلك يا مريم. لا شكرا. نفسي أروح مكة يا جماعة وأتعبد وأدعي كذا. طب روحي أنت مرة قريبة منك. أيوة مرة قريبة يعني. مفروض تروحين كل جمعة. بس يعني أحد من أهلي لازم يروح معايا عرفتي؟ ليه؟ ما يعني احنا لين دحين يشوفون انه ما نخليك تسافر لوحدك. يا عمري نسيت انك صغيرة كتكوتة. كتكوتة بس يعني خلاص. كتكوتة بس صار طويل. كيوت بس شريرة. خذي فيهم اجر. اي والله قلت حسنات لان حسنات حسنات ساعتين لا مو ساعتين جدا لا مو ساعتين يمكن ساعة ونص أو أقل. إيه أقل حتى ساعة وشيء. مرة قريبة ترى. إيه مرة قريبة. أنا دائما يعني إذا جيت أوصل مكة مرة بسرعة. المهم إيش خطط الويكند؟ الويكند والله مريم حياتي صارت نوم. أصحى إذا لحقت أبث إذا مالي نفس أنام أرجع بس كذا نوم بث نوم بس كذا حرفيا. توني اقول امانة البث مرة ياخذ جهد وطاقة صح؟ يعني ما شاء الله انتو يعني ما شاء الله انت يعني من الناس اللي تفتح كثير بشكل يومي ما شاء الله. كيف؟ خلاص هذا الادمان. ايوه والله ادمان. انا دخلت مرة يعني احس خلاص ضغط كبير الاسبوع اخذ بريك من حتى مش ارجع ضغط والله ضغط. والبث اكثر شيء تدري ايش يعني مشكلة؟ انه لسانك اذا زل حتبلع تبن يعني. لانه الشيء لايف مباشر يعني حتى اذا زلت غلطه الناس ما يعرفوا غلطه ما يعرفوا حسن الظن ما يعرفوا انسان قال ما في ورب لا تاكل تبن. فعشان كذا هذا الشيء اللي مره يعني لازم الواحد ينتبه. وكل ما زادت يعني شهرتك البثيه برضو حتاكل تبن. لا المشكله خلي الكومنتس يعني عاد تقدرين تسوين كنترول بس تخليه ما احد يعني ويجيب فيك العيد يعني يطلع عليك هاشتاج وانت ما تدخل اساسا. ايوه صح بل. صح برضو هذه فا يعني الله يعينكم صراحه فعلا يمكن تكسك تاكل بلاوز ها كم لك في سناب فيموس وين سنين كبرت مع سناب شات انا والله والله بس انا اعجبك في التيك توك صار منطلقه يعني توقعت إيه انزل مقاطع كذا ترندات ما ادري ايش عرفتي يا اختي ما ادري على كثر ما اغني في سناب شات بس استحلى من اغني في تيك توك ما ادري ليش لا تساليني لازم تنزل لي اسوي فيديو كليب عرفتي ايوه طيب كذا سوي ترندات ما ادري ايه وانت عشانك حلوه انا حيطلع المقطع عرفتي يا الله يا اخي احب امدح البنات احس كذا لما امدح احد احس جبر الخواطر كاني انا مدحت نفسي عرفتوا عشان كذا امدح يا المشكله انت اكثر واحده ما تمدح فلما تمدحيني احس يعني استحي مره والله يا ناس لا تنسون الجوله عشان كسر أيوه. راسها ايوه كبس على وجهي على مين على وجهي يكبس ايوه كم لك فاتحة؟ ساعة لسه
دوبك فتحتي. أنا فتحت ما كان في ولا أحد، كنت فاتحة مع نفسي. بعرف أوقاتكم صراحة، حسيتني وحيدة في التيك توك، خوفوني الناس طلعت. أيوة لما تفتح وما في أحد تعرفي تطلع معاه تحسي مرة شيء غريب، وكذا تقعد تسولف في سوالف ما لها داعي. صدق ما تحسين كذا اللحظة إنك مجنونة؟ إلا مو لحظة، أنا دائما أحس إني مجنونة. يما فجأة هدوء. إيش فيك روان؟ لحظة إدراك. ليه؟ إنه مثلا أصير هادي على حسب الشخص اللي معاي، وأصير مصروع على حسب الشخص اللي معاي. كذا الهادين أهدى معاهم، بعدين يجي أحد يصيح أصيح معه، يعني أحس إني حرباية أغير شخصيتي على حسب الشخص. أغير شخصيتي على حسب الإنسان اللي معايا كذا، عرفتي؟ تدرين المشكلة يعني دائما يعني أنا ما أدري ليش في السوشيال ميديا يشوفوني هادية، بس أنا أحس إن الصدق ماني هادية. أنا العكس والله، في الحقيقة أي أحد يشوفني روان طلعتي هادية وتستحلي ما تتكلمي، والدرجة يستغرب يقولوا لي روان شكلك تكتب الكلام في دفتر قبل البث، يقولوا لي كيف كذا لسانك في البث، حتى أمي في البث تقول إنه ليش ما تتكلمي بس تتكلمي في البث، والله كلامي في الواقع مرة قليل يعني. صدق البث ما أدري كيف صدق أقسم بالله إذا شفتيني يعني بتعرفي. حتى اليوم رحت عند واحدة أسوي لاشز، البنت مصدومة وأنا كذا تراني تكلمي أنا صوت صرصور الليل في الواقع، ما أتكلم لأنه أخلص الكلام كله في البث، ما عندي كلام أقوله في الواقع. غريب غريب، بس يمكن أنه في ناس كذا بالصدق غير بالكاميرا، مو أنه غير بس يعني خلاص تعودون يتكلمون كذا مع الكاميرا. يا أخي هنا البث أحس إنه شيء افتراضي ما حد حقيقي، أما في الواقع كذا اللي المشكلة كلهم حقيقيين، يخوفنا كله حقيقي. ما ادري يا اخي بس في البث ما ادري كيف يعني، حتى لما يجون ناس كذا، تخيلي امس مثلا صار لي موقف، فجاه جاء يعني شخص فجاه كذا جت ركضت اعطتني هاج، انا خفت قلت بسم الله مين، انا مو مستوعبه هي مين. زي انا في البدايات نسيت اني مشهوره ونسيت يعني اني معروفه، اي حد يجي كذا لي ايش تبغى مني، مين راسلك عندي، هذا بيغتالني. ايه صدق، بس هذه اول مره تصير لي كذا، فجاه احد يعني يعطيني هاج من بعيد كذا، خفت صدق. فبعدين قلت ها عاد اتصور معك، قلت ايه بس فجعتين الله يسامحك، يلا خلنا نتصور. بس والله كلنا فزنا. كلنا فزنا محبه الناس، الحكم الاول مريم. لا يا اختي بعطيك احكام خفيفه. ايش هي الاحكام قوليلي؟ الحكم الأول حكم الغابة. أيوة. الحكم الثاني اتصلي على ثالث شخص عندك في سناب، يعني بجوالك الثاني، قولي ألحقونا كذا، بس قولي ألحقونا. الحكم الثالث أيوة تسوي رقية. أسوي ودي أتصل بس عادي أتصل على الجوب عادي أي أحد. هم الشخص اللي يعني اللي طالعين الرقم 3. اوكي انا ادق عليهم يا ويلي بيلعنوني. قولي الحقونا كذا بخاف. الو الحقونا. الو برد علي اللي سحر ابا بنت شلة وين. ما حد صحي غيرنا صدق. يلا باي، كان ودي اللي كنت اكفل ايش ذا سحر. طب شوفي احد ثاني. يلا طيب باي قهر سحر في البث. ايه للاسف اصبري هاي استحر. نشوف هذا. الو صاحية أفاتحة بث، لقيت عليك حكم. هي ما تقولي كذا، تقولي الحقونا الحقونا.
لا ما تقولي له حكم عشان نشوف الرياكشن. يا اختي خفت خفت ما ترضى يطلع صوتها في البث. الو قصرت قصرت صدق صح مع السناب ما في صوت. ها لا والله ضاق عليك حكم الحين حطيتك سبيكر بعد ايش بعد ما قلت لك السالفه كلها قتلت المتعة. مريم دق على انس قولي له الحقونا. يلا يا ضحى مع السلامة. يلا باي. دقي دقي على انس ما ضبطتي قولي الحقونا بس قولي الحقونا. سوي عادي بس انس انس ما دقيت عليه في لايف صراحة. دقي قولي له حكم بعدين من روان. انا كنت ما هو يدق عليه بس ما قد دقيت عليه. انس كل ما زرت الجلسة كل شوي افتح سناب شات القى مسكول خف نايم بولد. لا لا مو نايم شفته في تويتر دوبي. حتى لو نايم بينبسط ترى بيكون احلى صحوة في حياته. لا يا شيخة مسكين حرام والله لو نايم اخاف عنده دوام. لا مو نايم والله شفته في تويتر. ما دقيت بدلنا عم نفت لك حكمين سحر وضحى. لا سحر كانت نايم ما قلتي لها الحقونا وضحى قلتي لها انه مقلب. ايش اقول بس الحقونا واقفل بس قولي الحقونا هو بيجي بيجي سوبر هيرو ويجي البث. يلا يلا هنشوف لو مات خلاص اسقط الحكم. كل نايم رجال رجال انس ولد. مارا نايم مارا يا الله سقط الحكم. الحين انس بيصحى من النوم مسكول من مريم من قده اشكرني بعدين. يلا مريم سلمي على الاهل. يلا يا قلبي باي باي. حيصحى وحيلاقي مكالمه فائته من مريم. انس دحين بيقول ليتكم صحيتوني ليتني ما نمت. وحشتيني ميسي تو والله وانت وحشت قلبي. اخبارك شعلونك؟ والله الحمد لله. ابو مسفر دعبول تعرفينهم؟ ايوه معروفين. طب دقيقه بس اسلم. يلا يلا ايش في؟ يلا يلا اقبلي. قاس كبسوا على وجهي وشيروا البث الشير لا يوقف. كيف كيف انت يلا خليه يقص لك الرقصه دحين ما عندك مشكله. والله انا وحده جوني وحده مسفر. يلا زام تم جوني وحده. لا جوله الجحفرون جولتين. اه ابو مسفر خايف من الجحفله يعني شمتيك اذا الجحفله جولتين رب العزه والله ينتصر لفرجيك بشمتي هسه اشوفك ارقص اقول وانت ساكت ارقص وانت ساكت. لا ويوكي ارقص الشحاده رافع رجلي. وين الرقصه حقت ابو مسفر؟ لا وافق على الحكم انه حكى لي ارفع رجلي جوله كامله جوله كامله. اه ما اشوف رجلك مرفوعه. ايوه هاي الله رضا حب عظيم اليك روان. يا ربع تكبيس تشير برفع رجلي مش جولي برفعها جولتين. لا بعد عذري روان. ها قولي لي كل سنه انت طيبه. عيد ميلادك ولا كل عام وانت بخير جعلها سنين سعاده وفرح دوم يا رب. يا ربع يد واحده يد واحده يد واحده. طيب ليش لابسه نظارات شمسيه في الليل ولا كشخه
لا كنت لا كنت اطقطق عليها قبل شوي عليها كنت اطقطق فيها قبل شوي احس تعرفي الحركات كذا هي ربع دبل 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 وبعدين مفيده تلم الشعر دبول دبول خلاص 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 تعال 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 يا وحش جايز الدبل بيبدا 38 اغاني اغاني دبول دبول ولا اغاني يلا 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 جايز الدبل بيفتح دبل ربع دبل 38 وردة هاي 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 ارحب ياسر هاي عينكم ارحب الدبل ورد لا يروح الدبل قفل الدبل ان شاء الله بالنسبة والله كيف ورود 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 ربع دبل عظيم لكم والله كفو جايز كفو ها 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 بس فتح الدبل دبل 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 ربع الدبل حسن في الدك اطلع فوق ربع الدبل لا يروح اطلع فوق ربع الدبل لا يروح الدبل لا يروح الدبل لا يروح ارحب 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 قاعد ازمد في الدبل الدبل تكفون والله واحد لا يروح الدبل شير البث لا ننجلد لا نخسر الجولة هذه شيروا البث قسم بالله واحد انجيتو مصدع ذولي قسم بالله واحد لا يفرمون ذولي بالأحكام أحس القم 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 شيروا البث ما عليكم ان شاء الله ان شاء الله نفوز كبسوا كبسوا قايم شيروا البث قسم بالله واحد يا ربع والي وقلوب والي وقلوب صار لقمنا لا ان شاء الله في ام مو صالح الله يسعدك ثانك يو امل وش اللي ايش صار اقول لك مبسوطه اقول لك ايش انك كنت مبسوط يعني امل طلعت رقاصه مين امل بديكم سوا كبسوا 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 والله حي والي يا والي والي يا والي قسم بالله وحش يلا عادي ايش دعوه والله وحش يا وحش احا شو بدي اصطر ايش الهرجه قاعد قاعد كبسه على وجهي ايش في كبسه على وجهك تعالي انت ما يحتاج تكبيس وجهك من الله مكبوس عاد انت قلت تعالى كبس على وجهك انا ما قلتش بدي اكبس انت اللي بدك انا قاعد اقول للمتابعين كبسه على وجهك طب ما هنا بدنا نكبس كلنا على وجهك شكرا ما تقدر توتا وينك يا اختي يعني توتا بصي ايه اللي عكت بدا ايه اللي عكت بدا تكبيس توتا وينك توتا انا مكبوس انا ما شير البحث الثمان الاخيره لا نخسى الجحفله يا ربع ربعي انت من الجحفله لا احب قروان توتا ترى جاي تزحجل عيش بتضحك قاعده وي والي ارحب 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 ما عدت انا والله ما زعلت يا اخوان اجماعه ترى عادي هي كلامها كذا ترى يدعموني هي كذا كلامها عادي انت صار انا ما زعلت والله انا ما زعلت ولا انا ما زعلت عادي لا لا الله الله يا ربع عادي صار انت صار لا تضحكي والله لا يفرمونا بالاحكام والله غير احكام انا نفذ عني عنك لا تخافين والله عادي اه يا مصفر عندك الاحكام يا وحش عندي الحكم الاول الحكم الاول الحكم الاول انت صار شكلها ما ضحكت من زمان كل واحدة كل واحدة فيك تاكل بصلتين الحكم الثاني وش هو الحكم الثاني ابغى بصله واكبسها كذا عشان تضحكني يا الله يا اخوان والله العظيم ما في والله شعر الولد ارحبوا ارحبوا اللي طبيت ارحبوا الحكم الثاني شو يا
الله. اعرف الحاله هذه دائما تجي في اوقات غلط. يا ربي عني امسك الدقيقه بس. يلا حكم ثاني. حكم ثاني. شربل شكرا. الحكم الثاني لا بديش معجون. ما بدي معجون. وش تبغى؟ الحكم الثاني تاكلي بيضانية. الحكم الثالث ايش هو؟ دعبول بين كل حكم حكم ياخذ قسط من الراحة. اعطيني اياها مرة واحدة كلها ثلاثة اكا. الحكم الثالث طحين على شعري يا انتصار. دعبول انت مبسوط من الحكم. انت روان حطي معجون اسنان. معجون اسنان ممنوع. انا اكلمك دقيقة. إيش؟ انت مبسوط بالاحكام وانت تقولها لي؟ اه قاعد تفكر كثير صح؟ تعبت نفسك وانت تفكر. نفذي يلا. عندك حصانة حبيبي. ما عندي شيء. لا تقول لي في حصانة يا دعوة. ما عندي حصانة. لا تقول لي في حصانة. لا ما عندي حصانة. اقسم بالله عندي حصانة. بلاد بصح. كل العالم تكتب انه عنده حصانة. دعبول عادي نلعب معهم جولة ثانية. ثواني. لا لا انت حكيت قبل شوي ما دخلنا بالرباعي صح؟ ما دخلنا بالثنائي. هل احنا رباعي؟ اخذ جولة قلت لي خلاص خذ يا حصانة. قلت ما ابغى نفذ خذ يا حصانة. لا 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 احنا رباعي. لا دعبول تبي كلمة الحق. إذا عندها حصانة ما لها دخل في الرباعي الصراحة. بس احكم الحين روان. نلعب واحدة ثانية. العبي كمان جولة. احكم روان. طيب العب معك. روان من الله محكومة بداش حكم. العبي. انضغط انضغط. عادي تصير تصير تصير. تصير يا اخوي. طوان حصانة جل. حصانة منك ابو مسفر؟ ايه. لا احكمني. ليه ابو مسفر تبغى يلعب مرة ثانية عشان يحكمني؟ ايوه. دعبود يعني يا ابو مسفر. جيبي بصلاة وحكيها في وجهك. خمس نعمة ما احطها بوجهي. طب ابشري. معجونة ساعة على وجهك. معجونة ساعة على وجهك. موفقين خير. تعالي انتصار. سري لك. ثلاث حبات ثوم كليها. خلاص حصانة. أصلاً أنا دخلت مع انتصار. آخ انتصار عشق لن ينتهي. بموت. بغطيه انتصار. بغطيه طبعا طبيعي. انا والله ما قصدي اضغط احد بس الذبة قدرتني قسما بالله. مو ذبة. هو اللي قال ما ادري ايش نكبس على وجهك. قلت له انت وجهك مكبوس دياية ولحم. يلا نلعب جولة انتصار. ما عندي مستوى. انا اللي ما عندي مستوى وربي وعايشة. اهم شيء احنا مبسوطين. أبو مطي والله مبسوطين. صباح الخير. صباح الخير. آخ عشقي. شافي. خليته يحكم على راحته لين أخذ شوي. ترى ما أحب هذا. أنا تمام إبراهيم الله يسعدك. جالس كبسوا على وجهي. دمعت. روان جدد البث. ليش أجدده؟ بالعكس كذا البث محفوف أفضل لي من كذا إزعاج. الله يزينكم انتم. انت صار واضح انك كنت مضغوطة منه. هو حكمك قبلها. لا اخر مرة جد بحكم. ماشي مو اني مضغوطة منه. اخر مرة جد بحكم عليه هو كان مضغوط عشان دست عليه اكثر من مرة. قال لي خذي حصانة وطلع من البث. اوه ودحين استعملت الحصانة. ايوه ونسيها. نسي الحصانة وكذا يبغى يحكم علي ويلعب مع مسفر عشان يحكم علي اخر شيء.
اخ عشق انت ساع. يا ربي ترى احب العب معه بالذات دحبون ذا ينضغط بسرعة وينفجر بسرعة وينبسط بسرعة وفجأة كذا تغيط فهمت اللي متهي يتقلب يتقلب أخوي كفا يا ربي. كيف كانت حفلة لانا؟ انبسطتوا مع البنات؟ جنن مرة انبسطنا. كانت سنتي الحفلة ملمومة وكل شيء مرتب ما شاء الله. معظم البنات اللي جاءوا أول مرة أشوفهم بس مرة بسط كانوا كلهم لطيفين لطيفين لطيفين. كل البنات لطيفين أصلاً. في برامج بعض الأحيان تشوفين الأشخاص تحسين كذا بينك وبينهم في حواجز. صح. سبحان الله لما تقابلينهم مع الطبيعة غير. صح صح والله مليون بالمئة أتفق الاتفاق الكوني. إيه لأنك جربت التجربة هذه يوم جاكي صح؟ أوه مليون مرة جربتها. قاس خلونا نقفل الدبل. دبل ورد 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 جايز الدبل ورد 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 جايز قولي ايش فيها عمري ورد 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 يا محمد مش فقاعة جايز ورد على الدبل الدبل علق عمري عمري الله يسعدكم فدوى. ليش ما اطلع اشعار للبث والله يا جماعة ما ادري يمكن معلق ما اعرف جوالي اصلا بيطفى يا الله الشحن الشحن ايوه يا عمري يا ابراهيم الله يسعدك تب الله قلبك الدبل علق ضيم 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 ثانك يو ابراهيم. ايوه واخبارك وعلومك ايش مسوي ايش جديدك؟ والله الحمد لله انت ايش جديدك؟ والله ابد اليوم سوينا حفله عيد ميلاد عزيز شكرا لطيفة. عزيز عزيز عزيزان شكرا. عيد ميلاد سويتيها في البيت؟ والله يا جماعة مو حجة ما في البيت. أخواتي عزموني قبل يوم ميلادي يعني هو يبدأ الساعة 12 تمام يعني أيوة قبل عيد ميلادك بيوم. أيوة مسوي يعني أحسس إنها مفاجأة مفاجأة وأنا خربت على نفسي المفاجأة أصلاً يعني وشو يعني قبل يوم ميلادي أحسها واضحة صريحة يعني مسوي لي سبايز أحس مرة واضح عشان كده أقول لو بنسوي لأحد عيد ميلاد لازم بعدها او قبلها بشيء لانه حيكون عارف يعني حيكون واضحه مره واضحه وضوح الشمس. حس ما فيها ما فيها سبرا دائما اعطيتهم جو. المهم كل عام وانت بخير والله يجعل سنينك كلها سعاده وفرح. اللهم امين يا رب. والله يا جماعه دائما تدروا ايش دائما اني افتح بث وما يعني ما اشحن جوالي وصل رود هذه اللي حسدتني كان والله شاحن يجلس مره طويل صار ما يجلس كثير على طول الشاحن يخلص بسرعه. انت في نفس الجوال تستخدمينه لكل شيء؟ ايوه كيف يعني قصدك اجيب جوال ثاني استخدمه لشيء؟ لا اشوف بقول لك حاجه عشان اصلا جوال البث جوال لوحده. لا انا جبت الايباد عشان ابث يعني جاني الايباد عشان ابث في النهايه ما قدرت ابث انه كبير واطالع كذا تحت صدق مره مو حلو مو مريح يا ابن الحلال. افهم افهم خلاص. شافي لا انت يا ابراهيم الله يسعدك محمد لب والله قلبك يا عمري انتم يعني ما حرم منك وانا ترى جربت في الايباد حلو البث بالايباد بس مشكلتي الايباد اللي جبته او اللي جاني إن كان أبغى أيباد وجاني أيباد ما في سماعة ليش؟ تايب سي تخيلي ما في سماعة تايب سي في ذيك الوصلة وصلة تجيكي من جرير تحطيها هنا تايب سي طيب وفيها اثنين فيها واحد كده شاحن آيفون وفيها سماعات آيفون بس أنا ما جبت الوصلة تايب سي من قدام؟ أيوة من قدام تايب سي في جرير من متأكدة؟ أيوة متأكدة يعني حابد لي كل إيش أختي ما حد قد قال لي الا في والله بدولها يصير افتح من الايباد والله الايباد ترى كبير واضح لا لا الايباد والله مو حلو شوفي لما يجيك دعم يجلس الاسد يركض سلو موشن كانه بكهربين الاسد اسد عليه ديون والله الاسد يجري وحتى ما يطلع اسم الداعم الاسد كذا يحنط والكومنت كذا يجي يغطي الكومنت فمره لا بالايباد يعني ما يبان اسم الداعم الداعم يدعم ويخلص يروح بث ويقضي مشاوير وانت بعدين الله يعزك ابو احمد عرفتي. اخي انت قلت لي بصمه ها بصمك يجنن يا
يعني لا. هو هذه المشكلة في البي... في الب... في النت ولا في الايباد؟ لا الايباد، كل الناس اللي بث من الايباد زي كذا يعني، عرفتي؟ يعني الاسد يقعد مرة كثير يطول. اقول لك اول جاني اسد، اول مرة في حياتي اتمنى انه ما يجيني اسد، علق كذا واقف الاسد يتمشى في البث، ما ادري العب بطوط. يلا الاحكام انتصار، نبي احكام السلخ، اباكي تسلخيني. الحكم الاول يا روان، يلا حصانة. الحكم الثاني حصانة. الحكم الثالث انا ما بحكم عليك، انا باكي تكوني معاي في فريقي، احنا نحكم على بعض على الناس. يا اخي انتصار مره كتكوت. اي لاف يو. اوكي بس اذا فزت عليك في يوم من الايام خلينا احكمك، لانك انت تستمتع بالاحكام كذا، احسك لي تفرحي لما كذا تنحكمي بروح رياضيه، مو زي الناس يعني شخص او ماي جاد شرفي عرضي. لا فهمتي؟ لا انا مستحيل شخص، بالعكس انا استمتع انبسط اكثر لما في جلد مجالس كذا. متحمس. انتبهي لك حبه. يلا عظيم لكي. يلا شافي. يلا شافي. اللي يقولوا ما يجي شعار للبث ترى نزلت في سناب. ف روى لا ادخل الكوميتي يتحكم فيك، متى يتحكم فيني؟ وبعدين حتى لو يتحكموا فيني بثي متابعيني كومنتي يتحكموا فيني ما يتحكموا، هذا شيء راجع لي انا يعني، بكافي اذا ابى الكومنت يعني متابعيني خلوهم يتحكموا فيني انا راضي، بس ما حد يتحكم فيني حرفيا. انا قاعد ادخل القستات اللي ابغاها، واصلا ما في احد من اللي اعرفهم فاتح بث اليوم، دخلت مع مره كثيرين فبس. شوي وبقفل ما بدخل الجستات خلاص، لانه جوالي بيطفى، ولما احط شو اسمه ده الشاحن طيب وابث، عرفتوا كيف ايش يصير؟ ما ينسمع صوتي، الصباح يفدحون. الصباح اذا ما طلعت راح ارجع ابث ان شاء الله، واذا لا لا. اوكي سلطان وضيدان بالله شكرا على البث الحلو يا عمري، والله انتوا الحلوين. بس نبي بث بكره ان شاء الله، بكره كمان راح ابث. والله في ناس يا جماعه من جد من جد بتكلم يحسبوني روبوت، يحسبوني كذا اله، ما ادري هذول فئه قليله مو الكل يعني، في ناس اللي تفهم انه اوه هذا انسان، فهمتوا؟ اللي كذا كل بث يبوني نفس الجو يعني، عادي بث يكون مره يعني ضحك، بث وسط، بث يعني كذا اكون هاديه فيه يعني عادي، فهمتوا؟ مو ما اقدر يعني كل بث نفس الشخصيه يعني، ما اقدر اتصنع شيء انا مو عليه، فهمتوا؟ وفي ناس يعني مره شخص وصاروا اللي اتحسسنا من كلامك، فمو اي احد اخذ راحتي معاه يعني، مثلا اذا شوفوا بثي مع نيف كيف سبايكي ناصر يكون مره حلو ويضحك، عرفتوا؟ اما لما ندخل مع ناس جديده او انه ناس ما امون عليهم طيب، ما اقدر انه يعني مثلا كلامي وكذا مع نيف اقوله مع احد يعني كذا ما امون عليه، الانسان حيشخص انه حيطلع اكسبلور او روان تغلط على فلان ومدري ايه، فهذا الشيء يؤذيني انا يعني. انتم ما تشوفوا يعني بعدين انه ايش اللي يصير وكذا يعني، بس انتوا البث وتشوفوا البث ما تدروا العواقب اللي تيجي بعد البث. فانا اول في البدايه كنت اهابد مع كل من هب ودب، فهمتوا؟ وكان علي كذا يعني، كان مره يعني اشوف الناس انه يقولوا ما ادري ايه هذا تغلط على الناس ما حد ما ادري ايش، فهمتوا؟ لانه كذا هذه كانت شخصيتي انا، احسب انه اوه كلنا نمزح مع بعض، بعدين لا طلع الناس شخص وما ادري ايه، وكل يعني كل ما يعني تزيد يعني ارقام يعني الشخص او يعني نعرف أكثر يصير محاسب على كل كلمة يقولها، فأنا محاسبة الحين على كل كلمة أقولها يعني، ممكن كذا بكلمة يعني أنا أرمي نفسي في التهلكة. فبس أباكم هذا الشيء اللي تستوعبوه، إنه مو في كل قسط يعني أقدر أكون زي كل قسط، فهمتوا؟ يعني الناس اللي أمون عليهم أقدر يعني إنه عادي وضحك، أما اللي ما أمون عليهم عادي نلعب جو. ما رح يبكبك فيها يزعل منك أنتي، ما راح يجوا متابعيني ويسبسبوني روان 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 سبيني كل يوم وبضحك وبقول لك شكرا، شايفين في فرق؟
الله يسعدك سلطان. ليش عضل انت؟ ليش معضله اليوم؟ معضله اليوم سجلت نادي في الحلم بس. زي امه. كيفك استاذ روان؟ صباح الخير. بس انت تربربت مع النادي. ترطربت قصدك. نواف وصل 200,000. مين نواف؟ نواف القراني. صدق؟ اي والله. انت كلام. سووا له حفله انت والعيال يعني فرحوه. يعني ما يستاهل، حرام عليكم يا اخي. انت فلوسك كثير سوي له. انا هو مو صديقي، يعني هو صديق بس مو صديق. بدينا في الجحده وقت فلوس. القراني والله اني ما امون عليه. لا لا يا جماعه الا بس انه يعني انتوا فرحوه يستاهل. نواف انا اولى بالمعروف. انت على البث المباشر. تفضل طال عمرك. الف الف مبروك يا حبيبي ال 200,000 وعقبال ال 200 مليون ان شاء الله. انا اللي قلت له، انا قلت له مي... تسمعني يا اخي؟ ليه تكلمني السلطان؟ الله يحفظك. ترى بحثت عنك ورحت لين دخلت حسابك ما حد قال لي. واو ربي انا قلت له هاي. النفاق النفاق. متاكد؟ ها استاذ نواف متاكد يا بناي؟ والله قلت له نواف. وانت نواف. ما حلف وانت ما حلفتني. نواف ورب الدين اني انا قلت له. حلو. اقسم بالله استاذ نواف. هي. تستاهل كل خير. والله تستاهل كل خير يا حبيب اخوك. كذاب. انت من الناس اللي يستاهلون الارقام الكبيره هذه كلها، المفروض انها عندك من زمان. سلطان قال لي بيجيب لك هديه رولكس ب 20-50,000. تخيل تخيل. روان 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 كانت معي قبل شوي وقالت لي انه انا ودي اجيب هديه لنواف، ايش رايك ايش اجيب لو كذا؟ انا اي زبده. انا قلت له عطر ورد كذا، قالت لا بجيب له ساعه رولكس. وي 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 وي, وي, وي انا لك يا اكل بعطيه ساعات يا الله يكثر خيرها. يعني هي تفعلها تفعلها عزلة تفعلها عزلة تفعلها. كرسي جديد ودخل نادي. اي فلوسها فوق. إيه. كثير. بعدين هي ترى اصغر يعني غنيه في السعوديه. هي اصغر غنيه في السعوديه بس ما تبي تعترف، ما ادري ليش. تفعلها بفعلها ان شاء الله في الاحلام. تفعلها تفعلها روان. انت تدري من التواضع من التواضع اللي فيها يعني مركبه ستارت راشد في بيتهم. انقطع انقطع ما ادري ليش انقطع. نواف تسمعني؟ اسمعك طال عمرك الحين. خلاص روان تقول انا بتكفى بفعلها والله يا جماعه الا بقوة بجيبها ببيع الثانيه. بتقول ايش تعيشين ليش؟ انا مطور. عادي امي الضحية اللي بكليتها. اه حلو. امي جنة امي شمعة امي كم اهوا. اسمع وش تقول؟ طلع الطفل اللي دخله. خلاص تم تم حبيبي الله يحفظك يا رب ومبروك. هدية قوية من روان يا حبيبي طول عمرك. يلا حبيبي باي باي. قفل قفل في وجهي يعرف لاني ما اقدر اجيب لك هدية. سلطان ترى ندري انك من اثر اثرياء العالم. ندري انه ذا الفرو اللي لابسه فرو اسد بس انت ما بتعترف مسوي انه اوه فرو عادي فرو قطني. لا لا عارفين انه حق اسد وعارفين انه غالي. شوف الثريه. مريومه اهلين. مريم أهلين مريم. مريم اكتشفت شيء وربي. وشو؟ في واحد مشهور مره خاق عليك شفته في تويتر. يا الله انت كيف اجتمعتوا كلكم؟ هاي سلطان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا هلا يا هلا يا هلا. لا اله الا الله. صباح الخير مريم كيف الحال؟ الحمد لله. انت كيفك؟ يعني اشوفك اليوم وادخل معاك لايف اليوم. لا صبحين تمسين علي. يا حظي. يا الله يا الله يا الله. سلطان كيف الحال؟ صباح الخير الشيخ شهد. صباح الخير. صباح النور روان. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ما شاء الله ما شاء الله. روان شفيف. مريم صباح الخير. اسمعك اقول لك كيف حالك شهد؟ عمري. انت الحمد لله. انت كيفك؟ الحمد لله. شهد عادي اسالك. تفضلي. ليش سميتي نفسك شهد لي؟ ها ليش سميتي نفسك شهد ليو؟ انا اسمي شهد ليو برجي. انا برج الاسد. اوه اي لايك ات. حبيت. انا بس روان قوس. اهلا روان بالعربي وبالانجليزي. لا امي قوس بتصيرين كنس علبة هندسة ما يصير. قوليها روان بالانجليزي. قوس وشو القوس بالانجليزي؟ تايجر. خلاص روان تايجر. ادري تايجر نمر امي.
اوكي معليش. ايش هو الحمد لله احس بصدق. سلطان هلا طال عمرك. امانه امانه سلموا على سمبا. الله اخيرا جاك شيء كويس عشان اليوم. انا شريته اليوم. وانا ندهم وانا ندهم. سمير ليه ما تديه اخوه؟ ليش تفرق الاخوان عن بعضهم؟ مالك داعي يا شهد كذا تفرق بين اخوان؟ اشوفه اشوفه اسوء من اكل مال اليتيم. شو اسمه شو اسمه يا شهد؟ سيمبا. سيمبا يا عمري نفس النوع بومرينيان صح؟ ايه عشان كذا طلعتوا مع بعض اليوم. يا الله لا طلعنا اليوم انا ومريم عندنا شغل مع بعض. اهلا اهلا. لك يا روان يمكن سيمبا يوصل لك يا روان. سلطان تعال تعال. سلطان تعال يا ابوي. سمي وش فيك على السيسي؟ ايش فيني عليه؟ وش فيك عليه؟ عجبني شكله ذاك اليوم شفته انت في يعني هو سيسي بالبهاق. هو سي بدون سيسي بس حرف واحد. السيسي حقك مبهق يعني كذا مبقع الوان في جرب. اي اصلا جربان طلع جربان على جو. هذا مين يسوق يا عمي؟ بلاش ما حد راكب لك منتف حالة مدري من جابوه. ما نمتي؟ اي ما نمت صادقة. اي والله. متى رجعتي من السفر استاذة شهد؟ امس. انت على سلامتك والله. امانة مريم وش رايك فيني اليوم؟ وانا اقول ايش به الرياض نورت اثارية شهد رجعت والله مركز على السيسي من التصوير. ايوه ما تصور كذا اشياء انتي اصلح العلاقات. أما بس كيف صلحت لك الصور؟ موتني ضحك امانة والله. كيف صور وانا ميتة ميتة ضحك ما يعني. استاذة مريم انت اول مرة تقابلين شهد؟ لا اول مرة تطلعون مع بعض اقصد. كان كذا بس سلام صح اتوقع في المؤتمر. كان رسمي كان اليوم. لا روان ام يذني شفيز يا بعد عمري سلامة تذنس. ليه روان؟ وزعقت علينا قالت الدبل الدبل عشان روان هو كبسوا خلاص يلا ادعموا ادعموا جيشني جيشني لو يلا يلا يا حليلك يا روان مع ذا الكرسي الاحمر. انا سردته من اللامبرجيني لقيتها عن بيتك بس خايفه يبلغ علي قاز الدبل لا يطير. لا تخلينا في خاطرك طلي يا شهد لا تخلينا في خاطرك. لا لا خلاص لا يعطيك العافيه على البسه بس يا ليت يا نايف اسودك الله يسعدك. باقي باقي قاز الكل قفلوا الدبل. نايف الوثلان يعطيك العافيه على القطوه. اي تكفين يا روان. روان وش فيكم؟ وش فيكم؟ سلطان شوف اخليك لك قاعده في الحياه. الحين انا جبت كرسي اللامبرجيني بعد اجيب السياره فهمت؟ يعني دائما مثلا تبى تجيب سياره يشتري كراسي للمقاعد وانتظر السياره لانه لازم الانسان يعمل مو يجلس. كرسي اللامبرجيني اغلى من اللامبرجيني الله يحفظك. اما والله اوكي ها مريم معلقة. هلا 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 لما علقا قاعد الدبل لا لا الدبل 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 الحين تمام تمام علينا. ليه
سماعة على فك. وش الدبل؟ وش فيه الدبل؟ سماعات لا أنا. سلطان أنت في حايل؟ لا توني راجع اليوم. ما شاء الله. ليتك ليتنا دارين كان يوصلناك على فلفل مطحون. جبت معي. يزين فلفلهم ذا مع ال مع الكبسة. يسمونه. أسف حبيبي تاني. يا جماعة شو يسمونه؟ وشو؟ سوري سوري. كمان ساعدوني وش تسمونه الفلفل ذا حقكم؟ مطحون. شاهد. أنا عندي فوبيا من الحيوانات. كيف أنا كان بها؟ أنا كان فيني ترى. وشو؟ أخاف من الكلاب كنت. أنا ألبسها كده أحس لما أمسكها أمسك أمعاءها عرفتي كده. أنا ما أحب القطاوة للأمانة. ما نحب يعني القطاوة. الله مريم ركبت سماعة. يا الله الحمد لله يا رب الحمد لله. ما فيك هكرتها أنا. الحمد لله كل يوم نطلع مع بعض كل يوم. سمعتيها هكرتها. شهاد سمعتيها موضي. هلا نايف المثلان يو أهلين أهلين نايف. الله يو نايف. الله يا بابا. مريم مريم بعد كم يوم كذا بتسوين أنتي يو. البارقة منور بس تذكرك زيادة. وإذا سوت كذا وش فيها من أول جلسة. الله حبيبي هي دائم ساكتة يدعمونها بعشرين أسد ساكتة يك العافية. نايف شكرا على الأسد. سلطان انا ينزل لي اسد انقلب مع الكرسي. يرسل لك اسد يعرفون اهل جده كلهم انه نزل لك اسد. اصبر سلطان الخطه الاولى مع مريم الان انها تركبت سماعه حق لايف هذا الوقت. شكرا. شوف قاعد تسولف وتضحك وش زينها. إيه إيه مستغرب انا. لا سولف اضحك ترى طبيعي برق. من اول اي من اول اي لا من اول تسولف تضحكين بس الحين بطلاقه بطلاقه. صحه صحه روان ايش فيك؟ يعني شوي كانت بتسوي لي كذا شهد اليوم. تبي تنفضني نفض. والله مفضيها طلع اللي داخلها. انت ما شفت كيف سوينا في التصوير اليوم؟ اسمعوا السالفه. طب ما صورتوا شيء في الستوري؟ لا حطيته. اصبروا سبرايز. انا حطيت بس سبرايز مين فضحتك شهد؟ اصبري. لا لا على الخفيف يعني فضيحه على يعني حق الضحك حق الضحك حق الضحك حق الضحك وين بس والله والله كان يعني خيال. اي والله كان خيال فعلا. الموضوع باقي جولتين الحمد لله انا مو جوله واحده. لا لا باقي لنا باقي ما وراني شيء ما وراني شيء ما وراني شيء يعني لا انا ما وراي شيء انا اليوم كذا ما قصرت كلكم والله اللي عندي ما قصرت شكرا لداعمين غير مكان بثك انت شاهد ولا يتهيأ لي الا لا دقيقه اليوم بتيت في المجلس وش ساميك في واحد اسمه بس يوزر شكرا منار يا جماعه الخير شيماء عبد الله الله ما قصر كلهم نايف يعطيك العافيه على اسدك شكرا لكم على دعمكم جمالي بيك من جمال يا لا شاد لا تروحي لحد بالله خليك معانا نحب عبيت عبيت مني حياته لا 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 اوه العب العب يا الوان وش العيد وطن العمان لول مرة لول سلطان ليش الالوان ذي مرة لول الالوان ذي يا اخي سبرايز قلنا لك واضح سبرايز وشو طيب مونيا اهلين مونيا وحشتيني بسم الله عليك انا اسف 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 خلاص اسف سكت لك طيب انت طلع قلبه الحين سمبا بسم الله على قلبه كل بده يجي ربي يا ربي بده يجي في ربي يا ربي يا ربي يا ربي ايه المهم اهلين وسهلا نام الحين نام هو لا خاف يوم اني صرخت روان وش سالفتك روان انا هلا روان كيف الامطار مستوى مستوى نعم نعم مريم نعم اي مريم ايش في نعم لا يانس ترى قول ايش فيكم يا شيخه احلى من تهكر روحي ربنا يسعدك روح كملي 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 ادعموها تكفون ادعموها ادعموها صح برق محمد بدع اليوم لازم اقول زي ما العز عز الله يعزك كفو مريم كفو جهودنا اثمرت فيك جهودي انا يا احشوت فخور برضه عز يا بان عز يا بار لا لا موضوع جهودك استاذ روان يعني خلي جهودك على سكور الله يحفظك الله يعز ارضك يا منيا استر الله يسترك يا عيوني انت حياتي منيا مقصري دايم اي والله انها يا احلى يعني شخصيه ما شاء الله عليها اي سلطان وش سويت في حايل؟ والله كل شيء سويته. أول وينك الحين في الكويت ولا في الرياض؟ شكرا يا رب شكرا محمد شكرا لكم كلكم. رياض. مريم هذا الأخ اللي وراكي سرير ولا من صانع يا هلا يا هلا. سرير. سرير ذاك حق الأميرات. صح إلا اللي يجي كذا زي العرش من وراء.
صح ولا يا زين كروان انا ما خليت فيه عرش، انا خليت فيه اطول عرش في العالم. اوه يا برق يا برق، عز الله يعزك. قولي عز الله يعزك يا سحري يا الله. نوم عيني لا ان شاء الله عندكم جلسات تصوير كثير. وشلون يعني؟ تطلعون مع بعض كثير الفترة الجاية؟ اي لا ان شاء الله. يا الله دايم ان شاء الله دايم. دعوة الله يعطيك العافية. احمد يا ناس مين جمال؟ جمال احمد ما عليك جمال. عندي في الموضوع عندي احمد، صدقني الموضوع عندي وجيت عند الانسان الصح. زعلني بس يومين. وش سالفة الكومنت عندي كلها احمد؟ وش سالفة؟ من احمد؟ أنا عندي شكرا ما قصرت. جمال جمال الصالح. مين؟ جمال الصالح يبث دائما يا احمد عشقي. طيب ريم يا ريم شكرا. الكومنت حبايب قلبي، انا الحين داخله مع سلطان وكروان، اطلع من عندهم يعني واروح الجمال يرضيكم؟ طب خلوني قاعد اسولف. يرضيك بدل ما انت قاعده تكتبي لي جمال كبس يمي. صح 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 اقنعتيني والله. كبسوا يا جماعه الخير، اكتبوا لي احمد كبسوا. ايش رايك فيني سلطان؟ والله تقنعيني والله. اخي الكومنت قاعدين تضحكوني، خلاص ما بضحك لانه لو ضحكت حصير زي انتصار والله. وش قالوا لك الكومنت؟ قاعد يقولوا لي اشياء. ما تقدر تقول المشكله. المشكله ايش الاشياء؟ فين روان؟ علق عندك روان؟ صار روان ايش عز زمان عز قاعدين ينشروا عني شائعات اشياء يعني انا ما اقولها يعني زي صح 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 زي اني انا خطابه. مين قال؟ غيره هذا مخرج هذا عارفه. إيه؟ قالوا اني اجمع راسين بالحلال واجمع الاجر يعني. سفانا غيره سفانا منانا ها الجماعه حرفيا اليوم بروح اكل من مبهر مره عشقي هذا المطعم. تعالي ما جاوبتيني ايش قاعد يقول الكومنت. يقولوا لي كل من مطعم مبهر حق احمد. مين احمد؟ احمد البارقي هذا اللي اسمه برق هو احمد البارقي. نعم والله. طب يعني ما فهمت شاهد متى جاي جدا؟ نحكمهم من الحين رمضان خلصت الجولتين. وشو الجولة ثالثة معاهم؟ هم مستواهم كذا ضعيفين معلش يعني شاهد. يا انا وياك راس براس يا يعني حق الضحك يا مريم. اهلين يلا معلش يا بنت الحلال ما ورانا شيء روحي يلا. اي ادخل شاهد ما ورانا شيء. قاعد يشاهد ليش الفوز ثلاث مرات؟ يقول دائما يقول لك الثالثة ثابتة. ايه شاهد بالله ما تفكر تيجي جدة والله اني مرشدة سياحية والله يا عيوني. تعرف ما بوديك حراق الصواريخ بوديك الكارنتينة برق شكرا حرفيا من احلى الاماكن. مين برق؟ ابغى اعرف مين برق الدائم. هذا احمد برق اللي قلتي عنه روان. هذا ايوه احمد البارقي. احمد البارقي هو اللي مسوي مطعم مبهر ايوه ومقادير ويونيو وجوليو. شدوا ان شاء الله عليك. انت كذا قاعد تعلنيني على الماشي حلو. لا مو اعلان. حطي ارفع الشاشه لفوق بس اقول يعني حطي طيب بعدين اللينك. اي كمل جملك. لا لا بس كمل جملك. لا يستاهل. اسمعي وش كانت الحفله اللي كنت مسويتها بالفستان الجميل اللي كنت لابسه؟ الفستان الموف. اي كانت حفله عيد ميلادي وحفله وصولي 3 مليون على جبهتك. ما شاء الله يا عمري حلو ديم. يا هلا شاهد بدي اوريك جوله في جده. بلا تعالي ابد ابشر ان شاء الله اذا قرتها يعني ذا الايام ابد. بس لين الحين ما في جده في الخطه. جده دائما انا في رمضان وقعت فيها. سؤال يا جماعه الخير العلا تحسون وقتها الحين دحين جو مخيمات ودبابات وتطعيس مع بنات. انت ليش اللي ما تجين عندنا الرياض؟ عندنا الحين يعني شتاء وكذا. ما في احد من اهلي يجي معايا. بس العلا ترى حلوه الحين مره. والله ودي تو العلا ترى جنبنا صدق كان بروح من هناك بس اضطريت اني ارجع. ايما البلوش تيجي جدا بجيب جوله خلوها تيجي. اي احد يجي جدا. كيف مريم؟ مين مريم البلوش؟ يعني كم يوم؟ 3-4 ايام بس. صح روان حبيبي بس يا بعد عمري اشهد مره حلوه. الله يسعدك صغيره عيوني تسمع لك شيء. اي صغيره والله. طب وشوفوا مكان بس فعاليات حلوه مره. شوفوا منتجع للسكن مثلا وش فيك يعني تجيك شرب ولا لا قبل لا يروح. لا والله جيني ترحب على الاحيان خصوصا اذا احد اهتم فيه زياده. لا عادي كم فيها مو عليك الرحمن الرحيم. في اوتيلين
هم احلى شيء. عدوينك ان شاء الله يا روان واللي يكرهونك. لا عدوين انت تحبيهم. تمام. مره تونس العلاقه. عدوينك انا احبهم. لا كان حار. ايوه. مين عدوين؟ الحين الفتره هذه حر. لا الحين انا رحت لها بدايه. اي انا اتوقع الحين احسن شيء البرد. اي انا ودي ارجع اروح لها. روان وش دخل؟ لا انا شكلي الاسبوع الجاي. لا انه انت عندك كلب وانا ما احب الكلاب فانه تقول عدويني ما تترقع. ترقعين مين؟ مين عدويني؟ احكم عليك الحين. شهد الو الو لا تحجرين بزاويه شهد. شهد لا تحجرين بزاويه خلاص فكيها. طب اللي قاعد تنطق مو بنا هي قاعده تجيب العيد في نفسها خلاص خلاص الكلاب الكلاب اقفل اقفل دخل الكلاب. لا اسمع سلطان اسمع خلنا يلا يلا ياخذ راحتكم يلا خلني روان نظريني عانيني في ذا نظريني امي رحب ركزي سلطان الله يعافيكم خلونا يعني نسمع الهوا استني روان قلت لكم البث كل شيء ها حبيبتي ركزي معي ماما الان انا قلت لك بسم الله عليك تكحى جالها ان شاء الله في عدوينك ايوه واللي يكرهونك قلتي عدويني انت تحبيهم ايوه الكلب اول مره يجي ما دخل هو قاعد يناسك احسبك يعني تحب انه الكلاب والحيوانات برضو ما مشت علي مين عدوينك شهد والله زلت لساني يا ناس خلاص والله ما عيدها ويوم الناس تذلين ويوم الناس تذلين ايه لا يعني لا تقولي فعلا انا 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 قلت لك روان انا كم مره قلت قبل ما تنطقين امي فكري 10 دقائق او دقيقه طلعت انت مو انسوا من كومنتات اللي يسوي يو علقت يا روان لا تقرأي الكومنتس ما قرأت الكومنت والله زلت لسان بعدين استوعبت كذا جاني فلاش باك ما هو لما تصير زلت لسان لازم أنا أسأل من عدوينك عشان أعرف أدافع عنك ما أشوف. عندي أعداء أنا حرفيا أحب كل الناس وأتمنى الناس يعيشوا بسلام ما أبا يعني وإحنا نتمنى أنك ما تكحين أوكي يا رب ما أكح إيش ذا ذي سواليف يا ماما يا روان ركزي معي الحين وش قاعد يقول عندك الكومنت ما قاعد تقولوا فجرتها مدري ايه وانا ما فجرتها وش اللي فجرتها وش كلام ما ادري وش ذا يا اخي ليش البثوث كذا ليش يعني احنا في بث مباشر كل شيء يعني ينزل ليه ما في مونتاج اوكي قاعد اعرف مريم ايش قاعد طالع فيها انا مريم سميه اوكي شهد والله ذكرتني بالمدرسه لما اقول شيء ولا بدها تحدير اللي احسب اخرج من الحاجه انت نسيت الجوله باقي جوله يلا يلا الحين بقى لنا واحدة الأخيرة روان حبيبتي شهد انت عادل عشان عصاصة والله أنا ما أقصد شيء كذا زلت لسان شكرا شكرا لا ما يا لما طنط يا طنط لا تكوني زعلتي والله زلت لسان أنا ما زعلت منك يا حبيبتي أنا عارف أنها زلت لسان بس أنا قلت لك قبل ما تكلمين فكري دقيقة أمي زلت لسان طيب أنا أفكر بس خلاص تكفون تكفون يا جماعة الخير يا أحمد علي صدعتونا صدعتونا بتجيه افتاك ذا اللي عندك من كثر ما خرجتيه شو تسوي في روان ذا اللي كل شوي تزل طيب خلنا غير شهد خايف علي ترى من خوفه علي عشان كذا تحذرني انا عاب ايش فيك يا خلاص بسكت انا قاعد افكر روان كيف قاعد تفكر تفضل من يا عمري انت وقلوبك يا ناس قمر شكرا المهم اقول لكم صح 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 انت بسم الله عليك هذول عدوينك بسم الله صح صح شكلك بلعتي كلام كثير صح صدق والله بلعت كلام نشف ريقك حرام عليك يا شهد الواحد ما يقول الواحد ما ينطق وانا وش اللي قالت لسه الحين ساكت انا قاعد لا للكومنت للكومنت انا بدا الكومنت اللي كل شيء يقوله اقعد يا سمبا على الاقيها منك ولا من روان اللي تقرا كومنتات وكح ايش قشات عمري يا روان يا مش فيس انتي جدني حاله والله كحه عادي يعني كل ماما لك كحيتي وقت السماعه كحيتي بذني اوه اسف سمبا صح قام يردف روان جيران